أستاذ محمد بورقبار، ربما الحوار أشرف على نهايته. أريد منكم كلمة أخيرة، رسالة واضحة للمواطنين في انتخابات أو في الاستحقاقات المقبلة الجماعية والجهوية إلى غير ذلك. بما أننا مشرفون في القريب العاجل 4 سبتمبر 4 سبتمبر على الاستحقاقات الانتخابية والاستحقاقات، أنا كندعو المواطنين بصفة عامة، المواطنين المغاربة يشاركوا بكثافة في هذه الانتخابات، يشاركوا بكثافة في هذه الاستحقاقات اللي هي في ظل واحد الدستور جديد، وباش نقطعوا الطريق على سماسرة الانتخابات وعلى اللي كيسخروا المال العام، لأن هاد التسخير ديال المال العام وهاد السماسرة ديال الانتخابات وهذا راهم كيفسدوا هاد العملية وكيعطلوا الوطن، كيعطلوا التنمية ديال الوطن. إذن المواطن يمشي ينتخب ويصوت على الرجل المناسب. أنا ما كنقولش يصوت على حزب الميزان وكذا، وإن كان حزب الميزان عنده بلاصتو، لكن كنا نطلبوا من المواطنين يصوتوا ويصوتوا بكفاءة ويشوفوا يصوتوا على الرجل المناسب، والرجل اللي كيحمل الهموم ديال 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 الجماعه ديالو او الوطن ككل، او تسييروا الشان المحلي يكون واحد التسيير حكيم اللي كينمي لنا البلاد واللي كيمشي بنا ان شاء الله الى ما هو احسن. واتمنى لهذا الوطن مزيدا من الاستقرار ومزيدا من النمو، وشكرا.